يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظة نبدأها من القاهرة العظمى 30، الصورة 18، الإسكندرية 25 17، مطروح 24 16 وبورسعيد 26-17 والإسماعيلية 30-18. أيضا السويس سجلت العظمى 30 والصورة 18، العريش 25-16، طابة 32-19 وشرم الشيخ 33-23 والغردقة 32-22. الأقصر أيضا العظمى 39، الصورة 24، أسوان 40-24، الوادي الجديد 37-23 وشلاتين 36-23، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى 21. أما مشاهدينا عن درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.